دايرين لاباس عليكم؟ صحيحه كلشي بخير، نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو وتكونوا مهنيين وبصحه جيده. اليوم البنات غنشارك معكم واحد التحليه اللي هي سهله بزاف 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 بزاف، وما كاينش فينا اللي ما غيعرفش يديرها، وفي نفس الوقت يقدر يديرها كلشي اقتصاديه. البنات نهضر لكم على التحليه، واحد التحليه تنبغيوها حنا وتبغوها ولادنا، وخا نديرو التحليه اللي درنا تتبقى هذيك هي التحليه المفضله عندنا. دوز نصايب معكم هاد التحليه اللي هي سهله بزاف وبسيطه. البنات لهاد التحليه ولا هاد الديسير غنحتاج الكراميل هو الاول. غنصايب معكم دابا الكراميل وعاد نرجع تناخذ واحد. انا خديت هاد المقله هادي اللي شويه عريضه باش دغيا تيطيب ما تياخذ الوقت. غنقص البوطه مزيان وغنخليه يطيب، ما غنزيد عليها البنات لا ما لا حامض، غيطيب هكا بوحدو. المهم هانتوما معايا باش نشوفوا المراحل كاملين. البنات تشوفوا داك الكراميل راه بدا تيذوب داك السكر، انا باقا ما قصتوش في خطره خليته بحال هكاك حتى نشوفو بدا تيولي ماغو، عاد نبقى نحركو نتبع معكم كاع المراحل باش ينجح معكم هاد الكراميل وما يجيكمش قاصح. دابا البنات واخا نحركو تشد بحال هكا باش داك السكر اللي بقى يذوب ويتخلط كامل ويجي مندمج كاملين كاملو زعما بحال هكا. راه ما تياخذش معنا واحد الوقت اللي هو طويل الكراميل دغيا دغيا، غير تيذوب داك السكر تيولي واحد اللون ذهبي. صافي تنزولوه من فوق البوطه. صافي دابا غنزولو من فوق البوطه. البنات هذاك الكراميل باقي سخون، غنديرو فوق هاد المول هذا بحال هكا، نصبقوا الكراميل هو الاول عاد باش ندوزو نديرو التحليه ديالنا. صافي غنبقى ندير لها بحال هكا باش تطلع كاع من هذوك الجوانب. صافي ها هو الكراميل ديالنا وندوزو دابا للتحليه. البنات للطبقه الاولى غنحتاج ليها واحد نص سيترو ديال الحليب، واحد جوج صاشيات، واحد ديال بالنكهه ديال الموز يعني البنان، والثاني بهاد النكهه ديال الفانيلا. هذا هو البنات، هذا ما فيه سمحوا لي هذا ما فيه حتى نكهه، هذا غير بحال الجيلاتين تيجمع داك تيجمع هاد التحليه ديالنا ولا الفلون. البنات هاد التحليه واخا تندير لولادي التحليه اللي كيف ما بغات تكون، لا اللي بالبسكوي ولا اللي في الفران، تتبقى عندهم احسن تحليه وهي ديال الفلون، تيحماقوا على الفلون. من هكا تنسوس هاد الصوصيات في الزلافه بحال هكا باش ما يتكورش ليا داك باش ما يتكورش ليا الفلون مع الحليب. غنديرها بشويه بشويه، غندير واحد جوج معالق ديال السنيده. اللي ما غايديرش الكراميل في هاد التحليه يقدر يدير شي 3 المعالق ولا 4 ديال السكر، حيت هاد الفلو هذا راه ما غيبغوش ياكلوا لي ياخذوه الدراري الا ما كانش حلو. انا صافي حيت عندي الكراميل غنكتفي بدوك جوج معالقات. صافي ندير ليه بحال هكا البنات باش ما يتكورش ليا مع الحليب هكا، ونرجع نخوي شويه هكا باش ما يبقاش لينا في الزلافه، وغنرجعو يطيب. كيف ما قلت لكم اسهل تحليه. غنخليها البنات دابا يطيب ونرجع معكم. نستمروا البنات بالتحريك هكا. صافي راه بدا يطلع داك الحليب والفلو. صافي البنات راه قرب يطيب هاد الفلو، تنحركو بحال هكا باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الكسرونه. ملي تيبدا يطلع تنبداو نحركو، غتخليوها البنات حتى يغلى بحال تيغلى الحليب ديال القهوه ولا المهم بحال تنغليو الحليب، تتحسوا بديك الفريضه طالعه عاد باش نطفيو عليه.
البنات تشوفوا كي تيغلي بحال هكا صافي، يعني راه طلع الغليان تاع الفلو الحليب. صافي انا غنطفي عليه مباشره، غندوز لذاك المول ديالي اللي درت فيه الكراميل. شتي الكراميل صافي راه كريم هكا، ما تخافوش منه، راه غير تيدخل الثلاجه تيذوب. غنخوي هذا واخا يكون باقي سخون هذا الخليط هذا، ما تخافوش هكا مزيان. انا غنخليها البنات غير بدرجه المطبخ، غنخليها غير فوق البوطاجي تندير الطبقه الثانيه عاد باش ندخلوا الثلاجه. البنات غندوزو بعد ما تماسكت ديك الطبقه الاولى غندوزو للطبقه الثانيه، نفس تقريبا نفس المقادير، نفس استعمال طريقه استعمال كيفاش غنصايبها زعما. المهم غناخذ داك الساشي ديال درهم ديال شينوا كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو، يعني هاد الكراميل تيجي اقتصادي وزوين. وعندي هنا ساشيه ديال الفلو كراميل، وغنزيد جوج معالق ديال السكر. واللي عنده البنات هذاك الفلو ديال اللي فيه السكر وفيه الفلو بلاش يعني ما يضيف السكر. انا عندي دوك الساشيات الصغار كنخلطهم بحال هكا كيف ما الاولى كيف ما الثانيه، غير يعني اللي مختلفين هما النكهات هذه بالكراميل. وهذه غنزيد عليها واحد طريف ديال الشوكولا، هذا الشوكولا اختياري، اللي بغى يزيدو غيزيدو، اللي بغى يستغنى عليه بلاش كاع. مازال واحد شويه هنا غنحاول هذا ندير بحال هكا صافي، وغنرد هاد الفلو يطيب على نار مهيله بحال بحال الهول ونرجع معكم. كيف ما الطبقه الاولى تنبقاو هكا نحركوا الحليب ديالنا وداك الفلو باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الكسرونه. دابا البنات غنزيد داك الطريف ديال الشوكولا باش يلاه يذوب مع هاد الحليب والكراميل. وتيعطينا البنات حتى اللون باش يجي داك اللون ديال الكراميل والشوكولا مع داك البنان، تيعطي واحد الشكل زويون. تقريبا هذاك الطريف ديال الشوكولا راه داب، نتسنى غير باش يطلع داك الحليب والفلو. صافي دابا البنات غنزولهم فوق البوطه. هيا البنات الطبقه الاولى تماسكت ببعضياتها شتي هيا. دابا غنزيدو على هذيك الطبقه ديال الفلو كراميل والحليب. دابا البنات اخويا غنشد واحد المعلقه بحال هكا باش هذاك الخليط ما يمشيش ليا ديريكت لتحت ديك الفلو الاولى. نحرك بحال هكا باش داكشي اللي باقي في القاع ديال الكاسرونه يتكب. صافي البنات غنضف دوك الجنيبات ديال المول بحال هكا باش يجي نقي هادشي ومستف هكا كاع الجهات ديالو. انا البنات غنخليه هنا فوق البوطاجي تيبرد شويه وغندخلو للثلاجه ونخليه ساعه ساعه ونرجع معكم. البنات هذا هو التحليه ديالنا بعد ما تماسكت دوك الطبقات بجوج، غندوزو باش نخويوها في هذا الطبسيل هذا. يا بسم الله انا غنخويها قدامكم هكا يا ربي. ندير له هكا مزيان لان ناخذ واحد المعلقه غنكحسو هاد الجهه بحال هكا باش يتقاد لينا الفلو ديالنا. راه البنات تيجي بهاد الطريقه هادي.
انا غنحاول نزينو بواحد شويه ديال اللوز الايفيلي. البنات فاش كنت تنقطع كنت نصعب راسي مشعله بورطابلي ساعه ما شعلتوش. انا قطعت لكم واحد الطريف شوف كي تيجي بحال هكا شتي تيجي الشكل ديالو زوين البنات. وها هو يا الكراميل اي واحد هزينا ليه طبيسيل تنهزو الكراميل بحال هكا نوريكم كيفاش تيجي الشكل ديالو هكا من هذا الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم وهاد الشكيل اللي صايبت معكم اليوم يعجبكم البنات. البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم صغير ولكن شي حاجه اللي زوينه بزاف واحد التحليه رائعه واقتصاديه وسهله انا متاكده كلشي غيديرها البنات صغار المبتدئات. المهم اتبرعوا راسكم ووليداتكم وعائلتكم بشي حاجه زوينه وفي النظره تتمتعي بها. المهم البنات هاد الفلو اللي درت معاكم ولا هاد التحليه اللي هي بالفلو وحاجه سهله تنتمنى تكون عجباتكم ونكون كنت عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم بزاف كاع والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.